بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين القناة. اليوم عندنا موضوع مهم. أنا حذرت قبل فترة من شغلة النصب والاحتيال. هذه الشغلة اللي تصير عن طريق الفيسبوك، عن طريق الانستغرام، تصير عن طريق حتى التيك توك، هواي أمور، هواي شغلات. هسه مثلا عندكم، مثلا راح أعطيكم فد نموذج بسيط. شوف هذا المنشور، شوف ايش كاتب لك بيه. منشور تشوف انت طبيعي، قايل لك كل الارقام اللي مسجله باسمك راح تلقيها باول تعليق، يعني راح يدخل لك رابط يقول لك هذا اول تعليق انه انت شكو رقم مسجل باسمك راح يبين. انتوا تعرفون هاي المسائل، مسائل برمجيه كلاوات، يعني مره واحد يقول لك انا اعرف حظك وبرجك من وراء رابط ومن كذا. يعني المهم هذه رابط مال تهكير، راح تقول لي شو استفادوا من عندها؟ يعني هذا طبعا نموذج من نماذج المنشورات اللي تصير. عندك مثلا هذا منشور لك، شوف هذا منشور ثاني. وحده كاتبت لك اني موظفه او اني مطلقه، عندي بيت وعندي فلوس، محتاجه واحد يعني مجرد يستر علي واني اتكفل بكل شيء. وتدخل التعليق بالخاص، راح يستدرجوك، راح تقول لي ايش راح يستفادون؟ شوف هنا اللي راح اعطيك اياه المعلومه. ابو شغله التهكير راح يستفاد منك اذا اخذ معلومات عن جهازك. واخذ حتى لو صور، انت ما عندك صور، يعني ما عندك صور عائليه، بس ياخذ شغلات من محادثاتك، امورك، يجوز انت عندك فد عمل معين، يقدر يستغلك بهاي المساله ويهددك. انت تقول زين انا اقدر ابلغ علي الامن الوطني او الشرطه وكذا واخلي يلزمونه حسب الرابط. انت صحيح تقدر، زين اذا هذا الشخص يجوز مو بالعراق، يعني خلينا نقول مثلا ساكن بتركيا، بالاردن، بمصر، بلندن، باي مكان، شلون راح توصله؟ ما تقدر توصله، لان هذه شغلات انتربول وسفارات وكذا. انت راح تشتكي، راح يسجلون الشكوى، بس ما راح يقدرون يوصلوه، لان انت شكوتك لازم توصل للسفاره وكذا، يعني ومصاريف. زين هذا شو راح يستفاد؟ راح يهددك. انت عندك صفقه معينه، مثلا انت رجل اعمال، صفقه معينه يهددك بها، فشلي اذا ما تعطي فلوس. هاي وحده. عندك محادثه مثلا، اكو ناس واضح انا شايف، اكو ناس مثلا هو متزوج وعنده علاقه بوحده وعنده محادثات وحتى تسجيلات صوتيه، يجوز فيديو معين راح يهدده. فهواي امور احنا هاي المفروض انت تتجنبوها، لا توقعون بالفخ. يجي واحد والله اعطيك رابط سجل بفلان مكان، شلون مال مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، ناس ده تسوي رابط يقول لك هذا الرابط انت تقدم به على سلفيه، يدخل للرابط يعطي كل معلوماته، ورا يومين الراتب مالته ينباق واذا عند حساب المصرف مالته كله ينباق. فلا توقع بهذا الفخ. هاي وحده. شغلة المتزوجة واني ارملة او مطلقة وتعال تزوجني واسافر، تسافر وياي على حسابي. واكو ناس خاصة المراهقين يوقعون بهذا الفخ، يقول لك انا ما خسران شيء، انا ادخل واشوف واحكي، راح تجرك تفتح لك جوز حتى كاميرا وتسولف وياك وتواعدك، وجوز حتى تدز لك فلوس. اعطيكم فد معلومة، يعني مو تخسر لها 100 دولار فد مو مشكلة، 100 150 دولار يقول لك هاي رتب بيها امورك، او طلعك تقول لك عندك جواز وتحجز لك على حساب هالمكان وتروح. شو مدرك مو هي هاي التاجره بالاعضاء البشريه، انه انت ايش قد راح تصرف عليك؟ 500 دولار 1000 دولار راح تصرف عليك، انه انت راح تسافرك وانت اقتنعت وشفت الشغله كلها حقيقيه، الباسبورت مالتك صار بيه ختم، وعندك تذكره الطيران مثلا خلينا نقول للامارات او تركيا او لاي مكان، وفيزتك جهزت ورحت هناك، راح يصيدوك يبيعوك اعضاء بشريه، انباعت انت بكذا الف دولار، القصد يعني. فانا حبيت انوه على هالمساله، لان قبل كم يوم من ناشرين منشور وفاه السيد السيستاني، ايش اسمه، باول رابط راح اشوف الفيديو، وفاه فلان، هسه مطلعين نوبه الاخ، استشهاد فلان باول كذا رابط. الناس تدور اكو نوبات، واحد يقول لك انا اباوع اريد اشوف. فلا تتورطون، خاصه الشغلات المثيره. هسه احنا بالاعلام، شوف اخوان، يعني بالاعلام احنا اكو شغلات درسناها بالاعلام تسوي دائما شيء يجذب الانتباه. يعني انا مثلا مره شفت مسوي فيديو تم شو اسمه عوده الاقامه في تركيا بدون قيد وشرط، والناس اعتاد راح تشوف هاي العنوان، راح كله تدخل تريد تشوف، بس من تسمع الحديث راح تشوفه غير شكل. واحد كاتب لي في وقت قال انت نصاب، مو شغله نصاب، هذا الاعلام انا لازم استهدفك به حتى تدخل تعرف الحقيقه. عندك مثلا مات الفيزا التاشيره من راحت، انا في وقتها قالوا 100 مره، قلت لهم ماكو هيك شيء، حتى في وقت مسوي فيديو انه حقيقه التاشيره، وجت الناس شافت وعرفت الحقيقه. هسه من صار الاجتماع وقالوا اكو راح تنشال هاي التاشيره على دون ال 15 وفوق ال 50 سنه،
نزلت فيديو بس ما اكدت اكثر، ليش؟ معناته ما مطبق، خلي يصير 1/9 ونشوف بعيننا والله كريم. هو بيها تفاصيل. على العموم يعني احنا انا اقدر اسوي لك هسه مثلا، انا اقدر اصمم لك فد شغله معينه ابدا استفاد منك واقول لكم سجل بفلان رابط على هذه كذا وتحصل بيه 10 دولارات، مثل ما اكو سوى بوتات بالتليجرام انه تسجل ومن تعطي رابط الدعوه تشوف يوميا انت تزيد لك 5 دولارات خلال فتره، شوف انت عندك 200 دولار 300 دولار انت تقول كيفت. هم طبعا يسوون الحد الادنى للسحب 250 دولار. من تجي تريد الداعم يابا انا صار عندي 300 دولار اريد اسحب، ايش راح يقولوا لك؟ راح يقولوا لك تدفع لنا 27000 دينار. ها طبعا صارت يا جماعه ثقه يعني، ويوم شفت بعيني انه تدفع 27000 دينار، هذه مال حواله يسموها، حتى نحول لك الفلوس. زين انا اطلبك 300 دولار، ليش اعطيك الحواله وتعطيني؟ عمي اقطعها من ال 300 دولار ودز بها البقيه، مو هذا الصحيح؟ لو ناس مسويه روابط باسم مثلا سعد البزاز، ورا ما تدخل مبروك عليك انت نسجل باسمك 5 ملايين دينار عراقي، يرجى ارسال كارت ابو العشره اسيا او اثير او كورك، طبعا ما يحددك وكيفك يعني، مو ابو العشره حتى نثبت اسمك. زين هو سعد البزاز اذا يعطيك 5 ملايين محتاج ياخذ منك كارت ابو العشره؟ لو اريد اتاكد منك لا عمي هي كلها محتاجه، يعني لو يعطيك 500000 تقول لا رحم الله والديك، فهاي كلها كلاوات. هاي اكو روابط وهميه قلت لك يستغلون استدراج هسه المراهقين، خاصه المراهقين يستدرجونه. هذا يقول لك ما شايف من انتزل ال 100 دولار ما شايفه، يشوفه يكيف بعدين راح اسوي لك هيك وتفتح له كاميرا هواي وقعوا بهالورطه هاي، يستدرجوه بالاخير من يوصل خارج العراق يبيعونه اعضاء بشريه. فهاي المعلومه اللي حبيت اوصلها لكم، حاولوا تقعدون بالفخ، انا اكدت بها اكثر من مره وهسه رجعت تقريبا ما اقول لك عدت الموضوع بس حكيت لك اياه بالتفصيل وش يصير وياك حتى لا تقعدون بها. انا مثل ما قلت لكم دائما قناتي احب افيد العالم، اي شيء خلل اشوفه لازم ابلغك به. على العموم اللي هنا هو هذا نهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.